الخطر الأخير. ولا يخبر من عرش باش يفرح الشباب ولا باش يقلق الشباب، وين تم توجيه بلاغ لمواليد الثلاثية الأولى من سنة 2003 ومواليد السنوات السابقة واللي ما قاموش بتسوية وضعيتهم القانونية المتعلقة بالخدمة الوطنية، للتأكيد على أنه حصة التجنيد مارس 2023 تنطلق بداية من يوم الأربعاء غرة مارس وتتواصل نهار جمعة 31 مارس، يعني بما معناه الرافل، باش نسهلوا على الناس اللي تسمعوا فينا. بتبيع التعليق كانت هكا: الرافل في تونس راهو باللجوء، فما اللي قال الرافل بتبيع يتعمل في الأحياء الشعبية أما الراقية لا هيهات، وفما اللي كتب خلي تنظاف شوية حتى هو الإجرام كثر في تونس، ونوفى بالتعليق هذا: يا حسرة على الرافل، الحمد لله الواحد كبر، يا حسرة كي كنا ندوره في تونس ويبدأ يدينا على قلوبنا خايفين مفجوعين من رافل. وريت الخلطة ساير في مخاخ العبيد، خلي الدنيا تنظاف معناه، وكانوا الرافل باش يهز العبيد تعدي ميليتير، لا باش يهز عبيد مجرمة ولا باش يهز عبيد، هو معناه خدمة يلزم الناس الكل تعملها، من المفروض انه الناس الكل تعملها. ديجا هذا في اللاوعي نتاع المواطن التونسي، يسمع رافل وكل دوك بالنسبة لي وكانوا باش ينظفوا البلاد. والله عندي صاحبي رفيق من تلقاء نفسه مشى عدى عام جيش وهو مغروم الحق نتاع ربي، عرفت من اللي صغير نلعبوا فرد بالكعابر ومخه حكي له اليوم ليه معناتها مغروم تحبه مشى تو يظهر لي بزاد يخدم في الجيش، ومشى من إرادة نفسه معناتها عدى باكو وقدم من إرادة نفسه من تلقاء نفسه من تلقاء نفسه يمشي بإرادته يا من تلقاء نفسه رفيق بجيش وتضيع الموضوع يا ودي يصلح في العربية من تلقاء نفسه. تحية لي اسمه الياس والتوا يخدم في الجيش، والله شيخ عامل بون كيف وقت الثورة هبط عس وكل والتوا يخدم مع فهمت. تحية ليه طيب والله برنس ربي يرحم سي المزالي. المزالي لقالنا الحل المناسب لجماعة البكالوريا، عامة الباك متاعنا كنا نمشيه مرة في 15 يوم للجزرنا، ثم عملنا شهر 16 واخذينا الدبلوم متاعنا، ولا رافل ولا هم يحزنوا. دونك الاج دو 18 عام ماكسيموم 19 عام اللي في البكالوريا نحكي لك، لبقي اخويا الرافل باهي شبيه باهي الرافل باهي علاش كما قال زياد يمشي يقدم روحه اذا هو خطره مش باش تقبل زاد نورمال كما قلت انت راهي خدمه وطنيه ما واش راه يشدوه هو سير لا سيرخ لا بيبل ما فما زين الفكره نتاع انه كان لحوم شعبيه يصير فيهم راه مش عدل انه كان العبيد الطبقه الساحليه ولا ما عمرك ما تسمع مثلا ما باقا رافل صار في منزه هويت ولا منزه سيس ولا ما نعرفش صحيح ولا غلط هذا جون سي با ما عنديش فكره اما سامحني محمود الفكره انه الاستنتاج اني الشبان ما عينهمش في الخدمة العسكرية اللي يعتبروها عقوبة اللي يعتبروا الرافل باش تحد من حريتهم وكأنه باش يعدي عام حبس إذا كان أنت ما خدمتش على المعطى هذية أنه الشبان يكونوا مقتنعين ولا مقتنعين أن الخدمة العسكرية راهي خدمة وطنية راهي خدمة للبلاد، فإذا كان ما خدمتش على هذية باش يقعد ديما في المخيل الجماعي تجي راسك راهي رافل ولا يزمنا نخمو نخمو في جيش بروفيسيونيل أنه الناس تمشي تتطوع خدمة كما الخدمة الكل. مصرف الزيتونة غدوة خير نسمو حكايتنا وخبر اليوم ونرجعو للراف مايك. وقت اللي تحب تنجح تصنع العجب، تمن بحلمتك وتكمل فيها، على خاطر اللي وصلوا هما ناس تعديوا الصعوبات وكانوا قد التحديات، وصلوا نجحوا وولوا قدوة، انت زادة تنجم تكون كيفهم غدوة، أعطي لحلمتك القيمة وابدأ من اليوم وتفكر إلي العزيمة كان هي اللي تدوم، ابدأ كبير تعلم من تجارب الغير وأكيد غدوة خير. اليوم نحكيه على اكتشاف قناة مياه أثرية جديدة في مدينة رقادة في القيروان، وهذا بجنب معلم فسقية البحر في رقادة اللي يضم حوض مستطيل ويعتبر أكبر فسقية مياه في القيروان، والمصادر التاريخية كانت ديما تأكد وجود قناة مياه تغذي الحوض هذايا وحتى حد ما نجم يوصلها حتى لين تم اكتشاف القناة الأثرية هذه. اكتشاف جاء بالصدفة على أثر أشغال قام بها واحد من المقاولين هالأربع اللي فات، ياخي تفاجأ بأنه الآلة اللي يحفر بها ضربت في حاجة كاسحة، ووقتها بدا يثبت شنو هي الحاجة هذه ياخي فهم أنها قناة
مياه أثرية وبالوقت توقفت الأشغال، وتم إبلاغ المعهد الوطني للتراث واتخذ الإجراءات اللازمة لكل حماية القناة الأثرية هذه. القناة اللي تم كشفها مبنية بالحجر والجير، عرضها 1.58 متر وفيها جدار خارجي ومسرب ماء في الوسط وتبعد 150 متر تقريبا على فسقية البحر، واللي مساحتها الجملية توصل ل 19000 متر مربع. وللمعلومة مدينة رقادة حافظت على مجموعة خزانات المياه المبنية بمواد صلبة كيما الفسقية هذه. وفي الآخر تقعد ديما المواقع الأثرية في بلادنا مستحقة الأكثر اهتمام وعناية واستغلال، خاصة في السياحة، على خاطر بلادنا بتركنها الكل مزيانة وتنجم تكون غدوة خير. كنتوا تسمعوا في غدوة خير مع مصرف الزيتونة. مصرف الزيتونة قيم تجمعنا. مصرف الزيتونة وغدوة خير نختموا بها ساعتنا الأولى. ملتقانا بعد الأخبار، موعدكم بعد شوي يكون مع رامي في الرادار، الكونسي، الكويز، بطاقات اليوم والكارتون دو جور. رف ماج معاكم حتى لتسعة ونص. تسمعوا الرف ماج من اثنين للجمعة.